يلا زد رصيدك، يلا 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 زد رصيدك. السلام عليكم، تسلم وتبقى، مساكم الله بالخير. الله يحييك يا فصل الشتاء. السلام عليكم. ارحبوا، كيف الحال؟ هلا بالحبيب. هلا والله. شو طيب، كيف الحال؟ شلونك؟ كيف الحال؟ والله الامل والانجاز والعلوم الغالب. الله يسعدك. فضل عليكم زود. السلام عليكم. حبر الف، صبحتم ومسيتم بالخير مره واحده. شلونك؟ كيف الحال؟ شلونك؟ كيف الحال؟ طيبين. طيب هلا والله. كيف الحال؟ شلونك؟ طيب خير. الله يسعد قلبك. شلون؟ طيب كيف حل؟ تقول تضرع يا ولد لا سمح الله. شلونك ولد؟ طيب يلا حيك. شلونك؟ الله يبارك فيك. الله يبقيك ويسلمك. كيف الحال؟ شلونك؟ كيف الحال؟ شلونك؟ هلا هلا يا مقرن. شلونك؟ كيف الحال؟ شلونك؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ طيب الله يعافيك. مرحبا ومسهلا. الله يعافيك ويحييك. هلا هلا والله. هلا هلا ابو عردن. يلا حيك. كيف الصحة؟ شخبارك؟ شلونك؟ الله يعافيك. هلا اسلم تبقى. كيف الحال؟ شلونك؟ الله يعافيك. طيب كيف الحال؟ هلا والله. مرحبا. كيف الحال؟ شلونك؟ كيف الحال؟ شلونك؟ طيبين؟ كيف الحال؟ مسيتم بالخير؟ شلونكم؟ كيف حالك؟ طيبين؟ طيب الله يعافيكم. شو العلوم؟ طيبين ان شاء الله. كيف حالك؟ كيف اموركم؟ يا حي الله الوجيه. الله يطول عمرك. حي الله الوجيه اللي نشوفها على الشاشه ونفتخر بها في الواقع. الله وجهك. سلام ورحمه الله. مرحبتين. هلا هلا والله. هلا شلون؟ طيب عيوننا فقع. شلون؟ طيبين. كيف الحال؟ شلونكم؟ كيف الحال؟ طيبين. وش عينا منك الا العلوم الغالمه والفاكهه الزينه والماقف اللي نومس؟ شنو بس ساعه؟ افتحوا مايكات. مايكات الموتر كله. لا بعضها بطاريات ما عندهم مشكله. بطاريات. اي ولا امورهم زينه. شلونكم؟ طيبين. كيف الحال؟ شو العلوم؟ طيبين. يا مرحبا والله بالنشامه. يا مرحبا والله. اوه ما شفت شيء. هذه مقبلات هذه ما شفت شيء. هذا يوم التعارف عاد. شلون يوم؟ كيف اموركم؟ الامور طيبه. طيبين. وش الاخبار؟ وين باقي الشباب؟ موجودين. يجون يجون. يفطرون ولا عشان الوقت؟ انت راني طباخ. والله صدق. اي والله. تقول شو اسمه ذي؟ اطبخ قعود ولا اطبخ فرخ؟ نفس النكهه. ها؟ ما شاء الله. حلو الضحك. هي ضحكة الصباحية. والله. محور الله يفكر مشرك بس. تعرف الشيبان زمان هم مسحون الصوت خشن. كلها سواليف كلها. كيف اموركم؟ والله الله يعافيك. يا شو اسمه بربيس؟ تراني ماني بعيد عنكم. ايه كفو تحريبها. بس اعطوني فكره على قولتهم على سريع. ايه سريعه بس عن هذا نزامي. حلو حلو. كم فريق؟ اربع. في اربع فرق؟ نختار كذا عشوائي، كل فريق لحاله بيطلع على الشاشه، كل شخص من معاه. اوكي حلو. اربع فرق وبعدها الميدان يا حميدان. الله يسهل. راحت. كم عددكم الحين؟ 23. تجي مجموعات 7 6 5 5 4 اربع يعني. إيه. اربع برايمات؟ لا ثلاثه برايمات واحد. ليش؟ اي محمد. لا برايمين. يا محمد 7 6 5 5 6 6 5 5 محمد لا وش يقول؟ وش يقول ابو محمد؟ يقول يا محمد ليتك تشوفني بين الضيوف. اتلفت بك وياخذ بي شوق هوا. كل ما خلوني اجلس وضيفاني وقوف امنعوني لا تقهوى ولا اصب قهوه. اشهد بالله ان اخذ المركز الاول محمد. نقد الله يوفقه. ها لازم نقد. نقد. تناظر. كيف اموركم؟ يسوون جاي يتشوك. هنا ما في الا قحط. ما ابدا ما في ولا بيع شيء ولا مره. ليش مقفلين الوضع؟ خلى السياره وتعال. الداخل مفقود والخارج مولود. هلا هلا. سلام. هلا بحصه. يلا حيه. هلا هلا والله.
يا مرحبا. شلون طيب؟ الله يطول بعمرك. شلونك؟ عساك طيب. طيبين الله يعافيك. كيف الشرك مهنته بس يقطع ويروح وياكلون الشباب ويرجع بعد شيء بس يقطع من جديد. من هو اللي قطع ذا؟ جابر. ما شاء الله تبارك الله. خلي قطعنا الله يعافيك. والله بخير ونعمه. كيف اموركم؟ الله يسلمك. طيبين طول عمرك. احنا ما ودنا نبدا بشيء لين ما يكتملون بعض الشباب. انت علشان يصير مره واحده انت تاخرت علينا على كل هذا. والله اني مسافر. الله يعزك يا شيخ. بسم الله. يمكن الشهر ذا سافرت 3 أو 4 مرات. المانيا والنمسا ومدري وين وسويسرا. لو والله اللي تمدنا كلني ولع بدافوره. قبل اسبوع كنا بتركيا. اهم المشاهدين ما يسمعون الخف خش ارتفاع. واحد بالمانيا تصور ويقول تصور هذا يقول لي ليش ما ترد علي على الخاص وقاعد يقبالي. من هو؟ اثاث عاد. اوه الدب يا حليله يا حليله. طيب يا جماعه الخير صلوا على محمد. صلوا عليه. السلام على بين ما يكتملون الشباب نبي ندردش دردشه يستفاد منها. يلا سين واحد. سين واحد. سين اثنين. الموضوع طرى علي انا راجع سناباتي قبل شوي طرى علي شخص يقول انا اطلع بالسناب كاش ايش شو اسمه راس يا وضع حبي يعني حياة طبيعية فيقول انت ما انت رجال وانت 110 220. ايه فهمت الكلام هذا اتكلم عن العنصرية فقلت انا كتبت للقاء مع متخلف خلنا ندردش بالأربع خمس دقائق ذي على العنصرية. باخذ آراءكم وبعطيكم اللي عندي. بما أن في مجال الإعلام لا يجتمعان العنصرية والإعلام. مجرد أنك تصبح عنصري، طبعاً عنصري لقبيلة أو للون أو لبلد أو حنا جميعنا الإسلام. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففي مجال الإعلام مجرد انك تكون متحيز او عنصري هذا بدايه الفشل. انت جالس تخسر ناس وتخسر كاريزماك وتخسر كل شيء. مو معناته اني انا ما اتعنصر اني انا اسحب على جماعتي وعلى اخوياي وعلى بلدي وعلى لا. في فرق بين العنصريه والولاء والفخر. اني انا افتخر ما عندي مشكله. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. واللي يقول انا ابن العواتق من سليم يفخر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني كل الخالة على سعد بن وقاص يقول هذا خالي سعد بن وقاص فليرني كل الخالة هذا فخر ما هو تعنصر. والصحابة رضي الله عنهم يقولون أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا اللي هو بلال بن رباح عند ظهر إيه أسماء عندك فيها إشكالية حالة خلك على فأخذ آراءكم يا جماعة الخير كل وش نظرته للعنصرية والفخر؟ هل في بينها فرق؟ وش تنظر لها؟ السلام ورحمة الله. الله يبقيك ويسلمك. كيف بارد؟ كيف الحال؟ مرحبا. الله يحييك. كيف الحال؟ شلونك؟ طيب. الله ينورك. شلونك؟ بالإيمان شلونكم؟ الله يعافيك. طيبين؟ كيف الحال؟ الله يعافيك طول عمرك. والله لو أشرب صدق. والله اشرب سطر انا كنت بالشمس وعرجت وحين هافني الهواء. اسلموا جماعة الخير اعطونا وش عندكم من العنصرية. انا عندي مقولة اقولها لنفسي اقول ما زال الرجل كبير في عيني حتى ارى عنصريته او تعصبه. طبعا هي العنصرية والتعصب تراها مترادفان وجهان لعملة واحدة. التعصب والعنصرية وش يسوي؟ وش ضرره؟ انه يغيب عن عينك الحق. ما عاد تشوف لا حق ولا باطل، انا عنصري، انا من جمهور ابو حور، ابو حور زين انا من جمهوره، شين انا من جمهوره، كوي انا من جمهوره، يغلط انا من جمهوره، هذا تعصب. تعصب حق ولا باطل ولا وما انا من غزيته ان غويت وان ترشد غزيته ارشد. انا واحد عد من حزمه انه اخطا وبخطئ معاهم ون طب النار بطب معه. ما له رأي. هذا الجهل والله. أنت قلت قبل شيء عدم حزمة. لا آسف. أي أنت كلام اليوم ترى ما يحبونه مرة. آسف أنا معليش. أنا ترى أني حاقد على كلام اليوم. قلت الله. تسمحوا لي. كذا مرحبا ما سلام. دوس. والله صد. سلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا هلا
يا هلا يا هلا. كيف الحال؟ يلا حيه. طيب كيف الحال؟ شلون؟ كيف اخبارك؟ يلا حيه. طيب يا مرحبا، ترحب بالمطر. لكي نكون اكثر وضوحا، على قلب واحد. اي على قلب واحد. ممكن يزعلون علي بس عاد تلفون ممنوع داخل الطريق. ايش؟ تلفون ممنوع داخل الطريق. ما عندك مشكله ابدا. ابدا. خصم. جابر. ولا شيء. جابر. هلا حبيبي. ارمي لي واحده. وش وش الكلام قرب وحور على الهواء مباشر حمراء. نسخة تشكر عليها مقدما راهن وابصم بالعشرة عليهم اثناء وبعد. وبعد. هذا منه؟ سامي الجوعي. اثناء جد فرصتك على طول طلعت الجوال بس على قولتهم شفت التصور النهائي قلت يا سامي نسخة تشكر هالقناة على هالنسخة وانا اراهن على هالنسخة اثناء وبعد. فنسختكم جبارة صراحة. ما عندي تزلف انا ولا عندي مجاملات. نسخة جبارة. أسماء قوية لكن مع الأسف لقوا عليكم مدخل كلام اليوم. صح صراحة قدروا يأثروا فيكم. صح. فكلام اليوم أنا مع احترامي لهم هذا مو نقد ترى، هذه طقطقة يوصلونها مرحلة طقطقة يعني يوصلونها حدك معه. فيفترض أنه في نقد وفي تشجيع. هذا كلام. أنا يوم 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 أشجع الشخص المحسن هذا يحسن ويجيب معاه غيره محسن واللي ما أحسن بيتشجع وبيحسن. لكن طبعا شوف للأمانة للأمانة يمكن كل الحين شهر يمكن اللي تابعت برنامج يمكن 4 ساعات متقطعة يعني نص ساعة ساعة نص ساعة. أنا ما تابعت تلفزيون لا قبل ولا بعد. الله يسعدك هذا اللي قطه وقع ورب قلبه. لكن كلام اليوم يا اخي نرفزون بشكل انا خلف الشاشه والله جالس نرفز. ايوه يلا ايه ما شاء الله عليكم. ايوه شاطرين عودن في حزمه عود لا علقوا عليها صح كثير. المحسن المليان ايش يقول لك ما يحبونه. خلاص كرهتوا الكلمه هذه. هم يحبونها بالعكس احنا من اجمل الكلمات. اها يعني هم ما يطقطقون عليكم فيها. الا هم يحبونها ويطقطقون. ليش تقولون عود في حزمه؟ لكن انا اكون منصف ايضا مع تحفظي على كلام اليوم. أول شيء هذا مو أسلوب نقد، النقد الجارح رغم زياد الشهري يسلم عليكم جميعا. رغم أن كلام اليوم ترى جالسين يهدون لكم هدية ما أنتم تدرون ما تدرون عنها اللي هي وشو جالسين يعطونكم نبذة من اللي تلقونها برا مثل البهارات على الزاد. بالضبط جالسين الحين يبهرونكم على قولاتهم عشان تستوون برا. برا بيجيك جمهور ما يرحم. فإذا أنت تسمع كلام واحد واثنين وثلاثة وعشرة بتضيع. إذا كلام اليوم 5 أشخاص أو 3 أشخاص أثروا فيكم صراحة أنا أشوف أحيانا لقات برنامج كلام اليوم جالس يدير برنامج. وش تسوون؟ وش ما تسوون؟ هذا خطأ. أنتم ديروا برنامجكم واطرخوا من روسكم وديروا برنامجكم. سكر إذانك عن ما لا تريد سماعه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أسمع، أنا ما أسمع بربيس، معليش ما أسمع، إيش تقولون؟ كمل كمل. طيب. امدح. طيب امدح خلاص، غلط. أوكي، هلا 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 وغلا. يا مرحبا. كيف الحال؟ كيف الحال؟ شلونك؟ طيب، يا مرحبا، يا مرحبا. الله يسعدك، من باب الذوق والأدب. كيف الحال؟ شلونك؟ طيب، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب، السلام ورحمة الله، هلا. هلا 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 وغلا يا مرحبا. تعال ابو راشد. فلذلك يا جماعه الخير اللي تاثر بكلام اليوم ترى فيه 1000 كلام اليوم برا. هذه نقطه. النقطه الاخرى لابد انك تسكر. تدرون انكم لو اجتمعتوا على خطا احسن من تفرقون على صح. لما تصرون على قولاتهم عندهم في حزمه اللي تقتقون عليها اي في عود في حزمه وفي قائد خافي من تحت وفي احنا نضبط وضعنا. كلام اليوم ان جانا منه زين قبلناه واذا ما جانا واذا جانا منه شين مش انا خليناه. مو شرط اننا ياثرون علينا يعني والله بكره انت لازم تسوي زي كذا انا اروح اسوي زي كذا لا. فهم لقوا عليكم مدخل. السبب ان لقوا عليكم مدخل انكم انتم طيبين والله العظيم. والله انا ما ودي ازود على كلام اليوم والله العظيم حلاله بس. لا والله كلامك والله صحيح. طيب
طيب نبدا الفقره ما ودينا نسهب بدوا يزعلون علي. العنصريه يا جماعه الخير. احد عنده تعليق او اسقاطه تفضل. انا عن نفسي بس ما نتجه من الجانب الديني لما يقول الله سبحانه وتعالى انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بعض الاشخاص يشوف في نفسه انه فوق العالميه، يمكن هو في نظره الناس حتى مع الناس انه فوق، ولكن قد يكون مع الله تحت، صح ولا لا؟ الله الله. فالمفروض من الشخص، انا من وجهه نظري، انه صح يفتخر باهله ويفتخر باجداده، وهذا يعني من حلاوه الشيء في الدنيا، صح ولا لا؟ ان انت كبير وتعتزي بها، صح ولا لا؟ ولكن من الجانب الاخر انك ما تستهين بالقبائل الاخرى او بالاشخاس الاخرين. هذا مربط الفرس. صادق. لا تغتر بغيرك ابدا. خذ حق وعط حق على قولتك. انا كويس وغيري كويس، مو شرط اني انا كويس غيري سيء. طيب خلنا نبدا يا عيال عشان الوقت. يلا يلا توكل. ايش رايكم نبدا يا جماعه؟ انها دعوها انها منتنه. دعوها انها منتنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. احنا عنصريين على العلم الغانم وعلى الفزعه وعلى جمع اموال الديه وعلى جمع اموال الفعل الخير وبناء المساجد، اما العنصريه الهدامه فلا حلها ولا هيلنا، الله يجعل بيننا وبينها السبع البحور. اللهم امين. اللهم امين. كلام والله. انت ترتب الكلام ذا 500 لا خير. انت ترتب الكلام ذا ولا يجي سليقه كذا؟ سلام ادي يا سلام ورحمه الله ادي يا اشتغل. ما ادري والله قام يخبص ابو حور. خلوه ادي يا اشتغل. والله شلون كيف الحال؟ شلون الوحيد اللي يكسر كلامي ويخليني اذا انطلقت هذا. بالعكس افضل موضوع وتكلم صراحه. النقطه اللي هي موضوع احنا حميتنا في الديه جمع الديه وش دخلها؟ انت كيف وضعك؟ انا وضعي ممتاز، اذا وضعك انت كويس انا ماشي 100 100. والله انك مثل مرجان يضحك ويضرب باب العيون. سالب 50 زين لو مرجان يضحك ما تقول ايش دين هذا ويوم صدق سالب 50 الله اكبر. طيب نبدا يا عيال. بسم الله توكلنا على الله. استرح اللي تبي اجيبه. خليك التعليمات تقول راح نبدا في الموجودين، اللي غير موجودين الجائزه كم كمل 500 الجائزه. لا الحمد لله الحمد لله كيف الحال؟ شلون طيب؟ اسم اخوياكم اسم اخوياكم بيروح عليهم الدراع. يو يلا يلا اللي بنبدا يلا معي عشان يصحون. اوهو 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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. لو تأخرت 5 دقائق راح تلك الدراهم. لا إن شاء الله. شلونك؟ طيب كيف الحال؟ الله يعافيك. كيف الحال؟ شلونك؟ طيب يلا نقول بسم الله ونسحب. يلا نسحب. أنا أحطها بحضني. نقول بسم الله. يلا. اسلم. نبدأ في الشاشة أول. يلا نبدأ في الشاشة يلا. ها يلا يلا. تراني والله مثلكم ما أعرف. المجموعة الأولى. يلا ستوب. علي عبد المعطي اول واحد. الحين هذا الفريق الاول ها ولا كيف؟ ايش بخير. هذا قادر الفريق الاول. حلو. هذا الفريق الاول 1500. العدد 2 4 6 8 10 12 14 16 18 9 19. اثنين داخل باقي. اثنين داخل. قول ستوب يا سعود. ستوب وقف. مشايع يلا روح. هذا فريق اول كم شخص؟ ستة 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 خمسة. خمسة اشخاص يقول. في واحد ستة الظاهر. روح يلا. اي صح. روح. لا على طول اصبر. على طول. ستوب. يلا. يلا يا سلطان روح. انا معك. ايه. روح يلا يلا. امشوا. لا مو انت مو انت الكاميرا. يقول احنا نحرك بكيفنا وانت بس وقف. يلا. ستوب. سلام. الله حلو حلو حلو. كم صرتوا؟ أربعة. أربعة أربعة عليهم الكلام. حقين طب. ستوب. والله فريق قوي. هذا الفريق الأول خلصنا؟ باقي واحد. لا خمسة. أنتم عددكم كم؟ الفريق الأول. عددكم 20 صح؟ أو 21. 21. خمسة 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 ستة. طينا ولا أصحاب المراكز الأولى؟ خلاص الآن المركز الفريق الأول راح. ستوب. جاي وينه؟ اكيد جاي. لا لا ما كنسل. لا جاي ان شاء الله. خلاص بيجي يلا. هذا رقم واحد. يلا اثنين روح. ستوب. حلو
ناقصنا شوام بريك مكروني وين موجود؟ موجود موجود هذا اقتله في المكرونه بتضع اقتله ستوب يا يا مرحبا يا مرحبا وين شلون جيتك؟ وين شلون جيتك؟ والله ما ادري يلا اني معك عبر الاذيت وقف خرب علي الطبيعه يا ولد الاشكال تختلف الطبيعه والله تختلف اختلاف اعطيني تفاعه وقف العيال لا في رقم اربعه صح ولا ثلاثه؟ أربعة الفريق الثاني منه رشوان و أخم فيصل و باقي واحد ستوب هذا آخر من خير وينه؟ ولا في ناعز يعرف يطبخ روح طيب روح يلا يلا روح لا خمسة لا بيجي باقي بنختار غيره يلا وقف هذا محمد ابن خير جاء ابن خير جاء خير مع عبد ابن خير جاء خلاص ابن خير مع الفريق الثاني مرحبا نجم بعد الربع شلون كيف الحال شلون الله يعافيك كيف امورك ستوب ام سعيد مركز هذا الفريق الثالث الفريق الثالث يلا واحد هذا باقي الثاني يلا روح روح عبد الله الاول وانا الثاني ستة عبد الله جليل عبد الله جليل ستوب الحوير جاء هذا الثالث الثالث في الفريق الثالث يلا روح 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 لا هم قبل لا تقول روح اتجه وقف 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 منهم وينه؟ ما موجود بيجي ولا لا؟ نختار غيره والله ما ندري لا بيجون بيجون هم بس الله يشوق بالله يلا ستوب من هو؟ غازم طيري غازي عبد الرحمن جيرو يلا هذا رقم كم الحين غازي؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة 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 غازي ستوب أيوه تاج ممتاز أبو ماضي خلاص الآن نكتب الفريق الثالث صح ولا لا؟ يلا الفريق الأخير خلاص البقية الفريق الرابع صح البقية البقية يلا روح نسحب هناك يا عيال يلا روح نسحب هناك وكلنا ياخذ فريق يلا قادر من الفريق يلا يا شباب محمد خلاص خلاص هم أربع فرق علي يلا إذا مو أبيض أسود اختار يا سعود صدق الأبيض اختار والله سعيد هذا أنا سعيد الله يبقيك ليش؟ عشان كذا أنت اخترت جميل السؤال هذا عشان ايش محمد ايوه المتبقيين الرابع وغربي يلا 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 ستوب ستوب كيف الطبخ ستوب صعب والله من رجليك ما سهلات يا رجل والله ايه ستوب كل فريق عن طاوله كل فريق عن طاوله جابر في الفريق الرابع سلام هلا 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 هل. شلون طيب استكرا بالخير كيف الحال ستوب وين اروح عندي خلك يلا غازي وين غازي الله يلا الفريق الرابع الفريق الرابع ستوب من هو محسن وينه يلا محسن هي يا لا 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 لا, لا يا لا. ستوب ابو حصه يلا فريق الرابع ابو حصه اي عاد لكن يلا شباب عشان نركز المجموعه الاولى هناك واحد اثنين ثلاثه اربعه هذا زيت ها غازي بازي ابشر اوكي عشان تفوز اوكي 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 يلا يلا روح 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 يا شاشه روح يا شاشه بقى بحور الرابع مع الرابع بحور سعود يقول قاعد هنا باي فريق معهم يلا تكار جوك انت جوك خالد السلام عليكم طيب فريق رقم واحد عرفونا بانفسكم فريق رقم واحد عبد القادر الشهراني وعلي عبد المعطي لحظه لحظه طيب اوكي منو علي عبد المعطي سلطان. علي عبد المعطي عبد القادر الشهراني عبد القادر الشهراني حمد العيافي العيافي سلطان السهلي سلطان السهلي مقرن الشواطي مقرن الشواطي اوكي يا كنترول الله يبارك فيكم كنترول الفريق الثاني عبد الله جريغم لا ها
الثاني 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 ادري الثاني وين وين الشباب الثاني اه سعود انتوا الثاني الله يسر من الطبخة تجون هنا بس تجون هنا عشان ترتيب 1 2 3 4 عشان نضيع نزل 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 احبي لك تعال هنا والله انا موجود نزل نزل حق اثنا هذا متاخر تروحون انتم اي ما عليه ما عليه ما عليه توهم صاحي النوم ويبغى لنا شوي يبغى لنا شوي هذا اثنين وهنا ثلاثة لبيه عندي معيلك رسالة سلام خلا لا لا من مقعد القحطاني مقعد القحطاني نعم سلم عليك سلام وارد مأمني ذا مرحبا وصل سلامك يا مقعد وتاج على الرأس بيض الله وجه يا مرحبا بك ها فريق رقم اثنين هنا شباب 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 نبيه بيتم وجوري هذه هذه حمد حاشي ايه لا تفلسف ابو حوره طيب الفريق الاول هناك ايوه عند طاولتكم الفريق الثاني هنا الفريق الثالث الفريق الثالث الرابع هناك خصم انا موجود افع عليك طيب شباب شباب لو سمحتوا شباب نبي نبي هدوء عشان يسجلون الاسماء الفريق الثاني برنج خير ومن احلافي فيصل بن شافي فيصل عبد الله مشوان طلال الوادي رقم ثلاثة خالد معنا عبد الله سعد بلال الماضي غازي المطيري سعيد القحطاني محمد المطيري رقم أربعة فجر بدر الشمري محسن من تركي وابو حور ابو حور وجابر الحكماني جابر الحكماني وغازي ذيابي وغازي ذيابي محمد المري محمد ستة يعني محمد العمره ايه ها ستة اوكي واضح كنترول شغلوا السبيكر كنترول شغلوا السبيكر هنا عشان نسمع بعض منو يلا يا شباب والله احسن ها خالد الشيباني الفريق الثاني يا كنترول اوكي ستة حنا حنا نبغاه يا ستة حنا صح حلو طيب يا مجموعات يا حبايب قلبي كل مجموعة يجيني منهم واحد يختارون السلام مرحبا يختارون ال يختارون القرعة مرحبا هلا هلا والله كيف الحال شلونك الله يطول عمرك طيب كيف الحال شلونك الله يعافيك كيف امورك طيبين من كل فريق واحد من كل فريق واحد يلا ما ادري معي فريق انت مع اخر فريق ظني الله اعلم مع اخر فريق لا مع اخر فريق 6 انتم 22 اي شلون جاء واحد ما ادري كم واحد عددكم كم 23 الحين تصير كذا 22 تصير مثلا الفريق الثالث ابن شخير مع فريق رقم كم صح مقرن واحد الفريق الاول ثلاثه ولا اربعه اربعه ثلاثه غازي ومسعود طيب يا رب يلا يلا اجلس شباب شباب ابن عمره ابن عمره حبيب قلبي عشان الكاميرا في حاشي طيب الفريق الاول اختر وش وش بتطبخ فريق الاول مقرن يلا يا كريم يلا بس الكاميرات يا شباب انا طالع اسمي معي فريق يلا توفق والله ما ادري يلا يا ربي لا تقر لا تقر ماني بقدر يلا توفق يلا ايش عندهم تكفى باميه باللحم وسلطه سيزر دجاج حلو حلو علي فعلا حلو سبحان الله يلا اوكي امركم سهل فريق الثاني يلا يا شباب قالوا غير معروف وش علي علي مش غير معروف وش الحمد حاشي رز يلا حمد حاشي حمد حاشي طيب اوكي 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 انا بعرف انا معمل بالله بالله ما عندي حجز شباب شباب نبغى هدوء بالله ابتعدوا شوي ابتعدوا شوي زي ما توقعت فريقي من خير لحم مضغوط حاشي لحم والله الفريق رقم ثلاث والله شباب 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 والله شباب كذا احنا مستمتعين بس والله البربيس والجمهور مره مستائين عشان الازعاج نبغى هدوء موجود ثلاثه موجود ثلاثه يلا اختر بسرعه لا تغش بسم الله يا رب ها ما عليك قول وشو برياني دجاج وسلطه خضراء
سهله كذا طبخات سهله وحصه تلاقي قطع عيوناتك من تحت اشوف يلا 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 بسرعه بحصه لا تناظر لا تناظر انا خايف تطلع لي طبخه اسم كاهن مو دجاج اتوقع ابو حصه مصقعه ومقلقل لحم وعصير ليمون نعنع خذ رقتك ها هو ابو حور كله طيب يا جماعه الان كل مكانه باقي انا اذكرني باسمك هزاع 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 معي فريق يا جماعه كنترول اي تبي فريق واحد اثنين ثلاثه لا انا عارف اصعب طبخه انا معه اختر واحد اثنين ثلاثه خليك معي فريق اختر كيف خليك مع الشباب لحم عاش زين لك ولا مع الاولين لا ما اعرفوا يطبخون ها الاولين اجل خليك مع قادر مع قادر مع قادر مع قادر يلا يلا خليك معاه يلا طيب يا شباب كل ياخذ مكانه كل ياخذ مكانه ما ادري ليه جابوني بالفقره ذي انا لما هاي صرت انا فقرتي خلنا نسولف واضحك طيب هاي خالف يلا يلا يا جماعه كل ياخذ مكانه بالله يا شباب مضبوط مضبوط يا سلام يبغى لنا دجاج نحطه في قدر حلو 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 ممتاز فريق رقم واحد يا فريق رقم واحد قبل ما تجوني قبل ما تجوني سمعوني شيء انا دعوه تحدي ومنافس ب 500 ريال سمعوني شيء يلا يلا بما ان اليوم الجمعه صلوا على النبي اللهم صل على محمد بس ردوا يا شباب لا فريقك بس فريقك طيب هي لا تاخذ اصوات غيره رد بس فريقك يلا صلى الله كذا ترون شيء حماسي ها حماسي يلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كساعة فاجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة إنه دين محمد صلى الله على محمد يعطيكم العافية يعطيكم العافية تفضلوا على الطاولة شوفوا الأغراض اللي تحتاجونها يلا 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 فريق رقم واحد بس فريق رقم اثنين بس يا جماعة يلا تبي الله يلفيك اللحم مفروم ولا لحم عادي وش وش البهارات نبغى صحن نحط دجاج بهارات دجاج هذه كمودي كمون كمون يلا لا 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 شباب خذ لك اسمع اسمع وش طبختكم وش طبختكم لا هذا البهار هذا البهار احنا ايش باللحم وسلطه سيزر هذه سلطه سيزر لا 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 لحم عادي هذا ايوه هذه طيب هذا عادي اي هذا عادي قطع كيفكم شو اللي تبغون خذ هذه قطع قطع يلا يا طيب لحم نبي لحم نبي دجاج يلا يا سعود نبي لنا صحن ناخذ كله ناخذ خذ من هنا ولا ناخذ الدجاج كله والله اول مره اسمع يلا جيبوا 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 سلم علي يحطها هذا والله ما ادري شو تقول انا غني وسلم علي ولدي ولد لا 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 يا لا 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 صلوا على احمد يا الله يا الحاضرين يا الله نور انت شاشة يا الله وسط المدينة شاشة الله وسط المدينة الله. طيب حياكم الله اختاروا مكوناتكم اسهل مكونات مرة واحدة نروح العادي كل ما احتجنا نروح نجيب لا خذوها مرة واحدة افضل
خذها مره واحده بس وين خذوا على قدكم ها مشوار تمام اختار يلا منير شوف شوف المكونات اللي يحتاجونها الشباب والفرق قل لهم كذا 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 لا لا احنا مشرفين بس كيف اختار طبختك وين وين طبختك وين الطبخ الورق طبخت حاشي مع وشو بس كذا حاشي مقادره من نفسه والله عشان بس منير بس خليك هنا اشراف بسيط بس مضغوط حاشي لحم مضغوط حاشي لحم خذ اللي تحتاجه بصل طماطم اذا تبغى تحط معها طماطم تبي صلصه عند لحمه الحاشي ظبطها عندنا شوان ظبطها يلا فريق رقم ثلاثة شباب ايش بلاكم وش الكلام هذا هي هذول يلا 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 لا اصبر شوي اهزوا يلا خلوا اهزوجتكم تنبئ عن 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 شعلتكم صقع هذه سعود هذه مبدئيا بعدين بنغني له يلا الشلال يلا إن الصلاة على النبي محمد من قالها يجزى بعشر هانية الله يعلم ما تكن قلوبنا والله لا تخفى عليه خافية إن الصلاة على النبي محمد من قالها يجزى بعشر ثانية الله يعلم ما تكن قلوبنا والله لا تخفى عليه خافية يا ابو سعود يا ابو رياني اذا جاءك سلطة خضراء يلا يلا خذ اغراضها نبدا فيها يلا يلا يا شباب يلا ابو حور يلا ابو حور لحظة عندنا طريقة اثناء الخاصة يلا. صلي وسلم على سيدنا محمد والله اغفر لنا في هذا اليوم الطيب معنا معنا ردد معنا ردد معنا اخر بيت يلا قد جعل ربي لنا الجمعة باسعة فريدة والنفوس الصادقة لمن دعت لبادعها والنفوس الصادقة لمن دعت لبادعها يا إلهي بطلبك تصفي القلوب من المكيدة فإن بعض الناس إذا الوقت مختلف هواها فإن بعض الناس من الوقت مختلف هواها واطلبك من بقدنا بالحياة وطيق إيده رحمة منك وهبوا بالجنة طول مداها رحمة منك عاش 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 يلا يلا خذوا اغراضكم يلا ابدا 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 يلا خذوا اغراضكم ابدوا يلا يلا البق البق يلا اغراضكم الله يقطعك وش 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 انتم طبختكم اول مره اشوف الحمه اللي فيها عظم اللي اشوفها بالكراتين يعني عرفت هذا اجت الحشمه البسه وخلي البسه العظم ياكل اللعب يا اخي مجرم مجرم ما يخاف ها وش طبختكم هذا حاشي ولا هذا الحاشي ابن جخير ابن جخير وين راح وين اللحم وين حمه الحاشي يلا خذوها هذا حمد الحاشي لهم قطعتوها كلها ما ادرينا اين الحاشي من انتوا ايش طبختكم طبختنا ما ادري سر سر ماني العلم لا لا بحصه وش مسقعه ومقلقه اللحم وعصير طيب مقلقه اللحم ايش تسوون لا عندهم خذوها خلاص هذا تسوون مقلقه بدا اي نبي مقلقه نبي لحم مفروض هذا النعناع وهذا الليمون ايوه حلو صلصه طال عمرك اللي ضبطنا عصير ابو حور ابو حور لا حط وين وجلت ولا خذ طيب وانا صحن صح خذ خذ ولا ناخذ منها غرفه لا خذ اللي تبي غرف الله يسعدك هذا وش هذا قرن قرنبيط قرنبيط وين زنجبيل هذا ايش لبيه ابو عزام ابو عزام الفاكهه ناخذ ولا ما ناخذ لا اكل اي خذ رجع خلاص خلونا شيء لبكره لبيه تعال وقف هنا بالضبط يلا يلا بنبدا يلا يلا الله يصادق
تغيرون مكانكم ولا ايش تسوون؟ لا طف المكيف. لا طف هنا. بيطفي كامل الهنجر؟ لا بس نبغى طف وحر. نبغى تطفية المكيف ذا يا جماعة لبيه. شلون؟ سكين وحق البصمات اللي قطعناه. قطع ما عندكم؟ قطع اللحم. صل على النبي. ايش رايك؟ خليني اكسر والباقي عليكم. عندي صعب الطفي المكيف وين الشباب؟ لانه الحين شوف تحت الامور مو زعلان وضعكم كويس؟ انا متاكد ناقص شيء؟ لا 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 اموركم زينه؟ زينه. يلا قولوا بسم الله وابدوا. الفريق الثاني ناقص عليكم شيء؟ والله لحم حاشي؟ الرز وينه؟ باقي الرز مغنقع. الرز هناك. الرز معك يا اخلصوا خذوا شغلكم عشان ما جبتوا ملح صح؟ رايحين يلا يا عيال كم مدة التايمر؟ ساعة بس؟ شباب شباب بعد خمس دقائق بيبدأ الوقت والمدة ساعة فقط فقط شدوا حيلكم يلا عيال ما نبغى زحمة هنا يلا يلا كلهم فريقه لا 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 ما ينفع أربعة أنتم أو خمسة خمسة بس ضيق المكان ما يقدر نقطع مرحبا كيف الحال يلا حي شلون كيف الحال شلون طيب تبغى الفريق الثاني أو الثالث لا أنا ما الثالث يلا يلا بس عشان يأخذوا أغراضهم معليش السلام عليكم احلى تحيه للشيخ يلا بحور اخلصوا اخلصوا يلا بهارات اخلص بهارات هذا من هو له هذا حاشي صح لكم لا غنم ذا الظاهر ايوه حاشي ناح اسمع احنا نبغى ان كان ذا بيقعد نطقه كله قلقل كيفكم اي ما بقى احد كلهم خذوا كلهم خذوا يلا شباب لازم تروحون انه في اربع فرق و حلو حلو طيب اعطوني الاسس انا ما اعرف الاسس عندك اقول ما عاد الا خلاص لبيك يلا ما يخالف تعال عدى خلاص يا عيال عشان ما عاد احد يجي الطاوله ذي خلصتوا اي خذ اغراضك مره واحده اي ما يخالف انتم هاي وضعكم الاسس حطوا لي اياها على الشاشه يا مخرج مخرج هذه يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا على ايش النظافه والطعم النظافه والطعم والانجاز وجوده الاكل مضبوط حلو حلو لا بتلقى تعال عيال عيال خلوكم دائما هنا عشان الكاميرات عشان تاخذ لكم مكادر كويس بدأ الوقت صح ولا لا؟ لبنا صحن ما في صحن علشان نحط فيه بهارات وحطينا ما جاب الربع ما شاء الله عليه جيدين ما جابوا ولا بهار حطها هنا حطها يلا يا جماعة بدأ الوقت معانا ساعة إلى الآن أبو حور بن جريقم ما غير واقفين عند الطاولة ذي اخلصوا يلا يلا امسك يلا امشي خلصتوا خلاص ايش باقي لك بهارات ما جابوا ولا بهار انا عاد والله ودي اجيب لكم من بهاراتي بس خبر اوه عاد والله ضيف ولا ما ابغى قلتك والله جايب يا ابو غربي ابو عزام صح الله يسعدك شكرا طبعا طبعا الفقره برعايه الناضج وقصر الاواني هم اللي راعين هالفقره هذه الرز كان هنا خذوه العيال اقسم منه شباب الرز وينه شباب الرز وينه عندك عندك منير وين منير منير يا منير ما اقدر خالد شيبان تبغون هنا اول قطع طيب مشرف لا حد يسرق طيب من طيب اوكي وش عرفني بس يلا يديكم
ها يلزموني ايش اسوي؟ خش اشتغل مع اخوياك عشان الوقت. ها انتم حظيظين عندكم الطاوله الكبيره ذي. طبعا هذه الرمانه. ها تبي اعلمك طريقتها ولا تعلمها؟ روح. طيب صل على النبي، اول شيء نقطعها من فوق تمام؟ بعدين نشيل الاطراف هذه اللي فوق. يا سلام. معاي؟ حلو. عندك وقت؟ عندك وقت؟ وين؟ يجي هنا زين. خليني اشيل الصينيه، اجيب الصينيه بس. ما يحتاج هنا على الفاين. لا لاني بكبها في صينيه. ها يلا ما يحتاج. تمام خليني اجيب الصينيه بس. عرفت؟ هذه الصينيه. يلا. طيب الان عندنا شوف العروق، شفت العروق؟ تمشي مع العرق. حلو. خلي ورا العرق والوادي، خلي ورا العرق والوادي، تكفى ونمر على بيته يا زين دالله وبرادي، يا زين دالله وبرادي، عند رياش العين بريده. الله انت خارجنا. طيب الان شفت خلاص من العروق. ايوه حلو. خلعها. اي لا شوي 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 شوي. عليك 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 عليك. حلوين. اي والله ذا العين. حلوين حلوين. تنمل صالحين اللي فوق. ايوه هذه الحين. الله 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 كاملة. شوف شوف شلنا. حتى مخرج حي مخرج يا مخرج. شوف 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 الشغل كيف صار. طيب حلوين. الحين شو بنسوي؟ رمان. الحين قلبها كذا. ها نمسكها بطرف السكين من قفا. مضبوط. ملعقة 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 ملعقة. عطني ملعقة. شوف ملعقة ملعقة زين ملعقة. لا لا ما عليك ما عليك تأدي الغرض. اي صح خويكم وش ده؟ تدري انك كان مع عداوة. مرة الجول. اني قطع الرمان ولا يا ولد هنا. المجموعة الرابعة. ها؟ المجموعة الرابعة. شوف شوف شوف. تدري ولا لا يا مقرن؟ خلنا بجيهم الحين بجيهم. مصيبة عندي. وش هي؟ اني قطع الرمان. يا سعيد يا سعيد لا تخرب الشغل. هذا طريقة تفليع الرمان بحيث انه تو 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 تجزئه حبيبات. نعم. ويا عود رمان في وادي يسقيك من رايح القلبان، يا عود رمان الله منك غدا شرب يا زادي، يا وارد الماء والرميان، يا عود رمان. عند دكتور رضي الله وجهك. والله والله اني الاول افلق الرمان الا الحبوب طايره على ثوبك كذا بكل سهوله ضبطنا. اقعد اكل القشر عقب. ابيض وجه على طول. ابيض وجه. شكرا لك حبيب قلبي. لا تبعد خلي ذوب. طيب اجعلها بالعافيه. ما في ملعقه اجعلها بالعافيه. خذها خذها افك واحده ثانيه. خذ. ها لا تبعد يا مقرب. انا مشتاق بزين بزين بزين. صحن الفاكهه على كيفك. عيال عيال ما يصلح كذا ما يصلح. لازم على الطاوله مره ما يصلح. خلنا شغلنا على القعفل. لا حبيبي هذيك الطاوله هناك طاوله. المخرج عاوز كذا ايش ما اسوي؟ خلاص كيف القط؟ 1005 ما بلعب. يلا يا عيال 1005 زين. هذا يا ابو يا ولا ما نعرف قطع الطاوله. لبي يا 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 شباب كيف وضعكم؟ والله ماشي بالبركه. بيمشي اهم بركه. هي اهم اهم من كل شيء. اول ضبطناها يا ابو غرب وراحت والعوض ان شاء الله بسيطه بسيطه بسيطه. ليش راحت؟ في المتبلات العوض المتبلات. ها بسيطه. اي نعم. ليه ما تقطعها سكين ازياء؟ لا لا كذا تك النوت. وضعكم كويس؟ مرحبا سعود. اي والله اموركم زينه؟ ان شاء الله دوم ان شاء الله. الله حيه. الله يبقيك ويسلمك. خير. اول شيء احنا نعزمك على الغداء لان احنا ان شاء الله احنا اللي بنفوز. مرحبا ان شاء الله. شوف ان شاء الله. ثقه ماشي ثقة. أنا أعمل ولا ثقة؟ لا لا ترى هذا بيحترق. هذا ولا لا؟ لا أزهل. توكم حاطينه؟ إيه تونا حاطينه. الزيت لا يطول عنا. كيفكم؟ لا لا مو شرط. لا لا كله ما تبلشون فيه. تبلشون فيه. تغداني عمر الله خير. إيه أنا أقول عشان. والله غلطة ما جابوا سناء. موجود مو موجود. والله السلام كان البيض مطهر. كيف يا ايوه ايوه كيفكم كيف؟ وزن طبختكم اهم شيء الطبخه تكون ناجحه. خلنا نزود شوي شوي بس. لا دقيقه دقيقه خليك. الحين انتم كلكم هذا فريق واحد بس؟ واحد اثنين ثلاث اربع خمسه سته سبعه ما يصلح سبعه. في واحد لا. متسلل. لا 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 واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. اها يعني متسلل المكان. يا رب يبيع لنا ذا.
كيف يلا ما يخالف ما يخالف انتبه يا ولد حط مويه شوي حط مويه شوي او قطعها شوي وزود عليها شوي مويه صح هاي تمت الفرن هذه اي فريق هذه مويه وقطعها شباب هذه ما ينفع كلام كذا في الارض ما يصلح ما شفت شيء يا سعود ما شفت اي خلاص ما يخالف اي لونها 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 علي فوزتكم كلكم وش حطيت معاه فيك؟ شحر المويه حاره بالله سخن مويه ترى دائما البهارات الصحيحه تقلب الزيته البهارات الصحيحه هذه يسمونها بهارات صحيحه في الزيت اي هذه تحط مع البصل عشان تطلع النكهه الزيوت العطريه اللي فيها عندك شحم عبد الله حلافي اي اسمها البهارات الصحيحه هذه لكم هذه لكم شوف 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 فريق رقم أربعة قلت لا تجلسون على الأرض شوفوا اجلسوا فوق الطاولة صح عليكم هذا تعرف من أين يخترق النظام صح لا شو اسمه أمين مو أمين منير هذه وش الفاكهة هذه إيه هذا أيوة والله هذا قرع هذا جوافه العصير عندنا جوافه قرب يا عندنا جوافه بالله الهند شباب احد يبغى رز ولا لا خذوه اسالهم يا منير لبيه بطاطس معه طبختهم لا ناقة لي ولا جمل اطبخوا زي ما تبون لبيه اكثر مجموعه تفاعل على درجات كل شيء التفاعل شباب النقاط شباب انصات انصات النقاط جوده الطبخ النظافه التفاعل الوقت انجازك في الوقت ساعه بيكفي بيكفي مره بيكفي لا. أقزوز زينة يا والله اللي تمدنا لا والله اللي تمدنا كل يولع بدافورة لا والله اللي تمدنا لا والله اللي تمدنا كل يولع بدافورة ويا حمودي لا وين شدوا عنا يا حمودي لا وين شدوا عنا ترى الوعد راسة النورة يا حمودي لا وين شدوا عنا يا حمودي لا وين شدوا عنا ترى الوعد راسة النورة قل له ترانا تمدنا قل له ترانا تمدنا كل يولع بدافورة قل له ترانا تمدنا قل له ترانا تمدنا كل يولع بدافورة مخصوم عليكم مخصوم عليكم وين الفقرة راحت الحين شو الكلام هذا يلا يلا ابشر ابشر وين ابو حور مختفي صوته وين ابو حور وين انا انا في الاعداد اكلكم على الارض لا ما عليك ما عليك لا هذه بس عشان هلك على الارض لكن هذا بيروح ذلحين الان سينبثق على الطاوله لا يوجد شيء استنى ما لا يوجد بيض الله وجهك لا يوجد شيء الله يبيض وجهك 200% لا لا يعني ارضي ارضي كلكم لا مو فريق هذا هذا دراكم فريق ودراكم فريق هذا وشو خلاص هذا حطه في القدر حلو هذا علاج فقر الدم ما له دخل بالطبخه لا ما له دخل على وليش فقر الدم ايش معنى يعني هذا علاج خاص بفقر الدم فاكهه مهجور الناس غافلين عنها اللي هو انا دشنت هنا عصير الشمندر او ما يسمى بالبنجر اخذت الفاكهه هنا وقطعتها حلو حلو من هو ذا يعني نقدر نذوق اي ابشر بس سعد بس خلني اخلصه وامشي بس يلا ما مشكله يا دعاء يا اعداد دعاء يا مرحبا يا هلا تبقى وتحيا شغل مضبوط اليوم بيجيك شيء مضبوط
ما كشنت بيان بسيط بس ان شاء الله بنمشي. الناس حطت لحمتها ما كشنتوا. لا لا تمام الحين ثواني اسمع انت تبغى لك مشروب عصير طبيعي اسميه انا البور. وش هو؟ احس اني صاحي من يعني راقد اربع ايام. راقد هذا من النشاط. عصير الشمندر عند اخونا غازي الذيابي بيجيبه لك. الشمندر مو يطبخ؟ لا عصير. والله صدق. اوه يهدك. وعلاج لفقر الدم وعلاج البي دي مدري فيتامينات اعلمك. ايوه شوف انا ويسوون به مخلل احيانا صح؟ مخلل شمندر. والله ما والله انه لا احلي لا احلي بحد انطيع مات سواني مدري. والله ما اعلم لكن بيجيبه لك. يلا تدري ان احنا اخذناه ورحنا السيطره نحن جبنا الاول. اعوذ بالله. ما في الا قوة. معاكم هو شمندر؟ اي. الحين بحور طبختكم وش؟ مقلقل ومصقع. تببدو. المصقع ما يبي له قليل. اي. ما تسخن الزيت. لا هذا الحين ثواني. مع مبرومة مع. يلا ولا بعد ساعة. اي ما. المهم نجحنا. الفريق رقم اثنين. فريقهم اثنين. نعم. جيراننا. مبسوطين قاعد تقطع على شتونه. نعرف نطبخ سلطه انا وغازي بس سلطه وشاي على قول طبخين سلطه. حلوين الله يوفقكم. الوقت يا عوال الوقت 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 يا عوال. الله يسعدك وياك. الله يسعدك. ايش سويتوا رايحين الحاشي؟ شباب الوقفة هذه بتخرب اخوياكم. يا اخوي لاني قصير والله. 30 يوم قصير والله ابغى اشوف الضغط. 30 عام واختلط عرضي بالشيء. وزهرت حياتي ما ادري روحت من جوا. اطلب القصير ما يشوف الضغط اذا اخذ ضغط. انت تشوف حط لك كريسي ولا حط له رزك واجد. كفي كفي. واجد يحطوا لان طبختنا بالسن حلو فالناس كلها بتاكل. اي بس ما يكفيها القدر ذا كيف؟ ما بحطه كامل. اي منو منو اللي طبختهم فيها رز؟ ما عندنا رز. بعد عن الكاميرا لو سمحت. ها؟ شيء على الشكر. اكبر جريمه ينجلط منها المخرج انك توقف قدام شخص ينجلط المخرج. صح ينجلط. حاطين كاميرات ما من الارض. شلون وقفت على هذه؟ ها اسمع المخرج يقول ازمه قلبيه. يا اخي احنا اللي جاتنا ازمه قلبيه. كل ما وقفنا دائما اللوكيشن يكون على شكل يو. صح يو اللي كذا الحرف يو ولا واقفين. ايه صح ولا على فكره ضحكه الشريره يا حبيبي. ايوه ما فيها طعم 500 صح؟ ليه عند دراهم؟ اي والله تلفني كحرمه شوي كحرمه شوي 500 7000 الله يرزقه ويوفقه امين يا رب. ما في شيء بدون تعب. هذا الكلام خلاص. انتم عندكم رز صح؟ لا لحم بالباميه وسلطه سيزر كوكتيك مفروم على بيضانيه. ايوه هو ده. هذا شباب وش فيه؟ في شيء والع هنا وش؟ الدنيا تولع كلها. عشان جديد جديد. ايه يلا ما يخالف. الله انت عبدي على شوفة غليل. انا احس ان الفريق هذا اسرع انجاز. ليش ما ادري. خلاص بدوا يطبقون اكلتهم. الفريق رقم اثنين. ها؟ وين ورقتكم؟ خلنا ورقتها كذا عشان كل ما مريت اشوف انسى. ما في ورقه. برياني برياني. برياني دجاج. ايه. ايه زينه ولا؟ ايه صح. ابشروا بالاول. ابشروا بالاول. في شيء ذا؟ ابشروا بالاول. لا ما عليه خله خله. والله ان شبدي على شوف جغليل. الله الله ابو تركي. أنا بمسك الإجراب وأنتم علي. علي عبد المعطي. اسمع علي والله أني أنسى أسمع علي عبد المعطي. يا علي
يقول يا علي صحت بالصوت الرفيع يا مره لا تذبين القناع طوعوني وانا ما كنت اطيح خوفوني وانا قرمي شجاع الله وين صح المطوعين الربيع وين منزالهم يا ابو شعاع واخر على الكاميرا ابشر كل هذا الربيع يا مره لا تذبين القناع والله شغلكم الظاهر نزيل بس هذه كيف تستلمين سميكة وين هذه؟ ايه ضبط يا خان طلع ذي اللي قبل عليك النار تقصر عليها شوي مو افضل عشان عشان دي يستوي اللي داخل وين طاح المطر وين الربيع وين من زالهم يا ابو شعاع يا وش فيكم؟ 35 درجة ايش عندكم يلا؟ صراحة صراحة الفريق رقم واحد لا 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 أنا مقرن ثاني وش تاكل ذي؟ جوا مين جوا؟ جوا جوا يجيب لكم أثرة؟ لا لا أحب كماثرة ما يجب جوافة؟ لا أسألك بالله إي والله الجوافة غير الكماثرة غير؟ إي والله هذه يوابا بالله انك ما تدري والله اني ما ادري واللي يحرمك جماله واللي يحرمي جمالي يا لبا معلومة بسيطة يقول الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه في إعجاز بالآية هذه شفت عنه فيلم وثائقي قبل والله ما أدري قبل 3 أو 4 سنوات قالوا بعضا من الفواكه تشبه أعضاء الجسد فمثلا الكمثرة أنا حسب هذه الكمثرة طلعت جوافة فهذه أو الكمثرة تشبه عضلة شو تشبه في الجسم يا شباب تشبه القلب فقالوا الكمثرة مفيدة للقلب بشكل مجنون قالوا فيها الفاصوليا ما فيها حبتين كذا شو تشبه تشبه الكلى يقولون مفيده للكلى بشكل خرافي وين المانجا ايوه عين الجمل عين الجمل اعطم هذه من زمان عرفها عين الجمل مع العسل
هذه مفيدة أيام اختبارات المخ لأن تشبه المخ بالضبط مكسرات عين الجمل. هذه اسمها خضيرة. لا خضيرة. وش؟ شو اسمه يا شباب؟ نجم. أفوكادو. أفوكادو. شكرا لكم غششتوني. أفوكادو هذا يا حبيبي هذا حوذ بالله هذه. والله هذا الليمون. الآن إحنا مقبلين على 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 دخول فصل. الليمون يسمونه الفرنسيين الصيدلية المتنقلة. الليمون. يقول لك إن الصيدلية تمشي معك في كل مكان. فأحرص على تناول الليمون بقشره أحياناً للوقاية لأنه يرفع المناعة. بالقشر أنا أكل بقشره. تقطع مع السلطة بقشره كذا زي اللوزة. فليمون حبة ليمون وحبة بصل. طبعاً ليش قلنا القشر هنا؟ لأن في زيوت طيارة في القشر. الزيت حق الليمون موجود في القشر فصحي. فحبة ليمونة وحبة بصلة. طبعاً البصلة فيه تحيز شوي بس صيد. فحبة ليمون حبة بصلة كفيلة بأن تقيك من الإنفلونزا ومن الكحة ومن بعض الأمور اللي ما تطول الوجه. وسلامتكم. البرتكان. البرتكان هذا. فيتامين سي. أعوذ بالله مع البصل بعد. بس خذ هذه أكثر هذه كنا ليمونة. إيه. ليمون بس قبل لا تخلص منه. لبيه. بيض الله وجهك ورحم الله والديك. من يقول؟ الليمون أجل الله أنك صدقت يوم قلت إنه مفيد. في خلطة عشان يستفيدون منها الناس. ليمون بقراشة في الخلاط. ثلاث ليمونات. وزنجبيل بقراشة في الخلاط. وفص ثوم كامل بس الثوم يقشر. مع زباد هذه خلطة فتح الشرايين. إيه ولو تدخل. سمعت فيها. أنا أبوي يستخدمها. ليمون أبو زهرة. أيوة. ليمون أبو زهرة. أنا أبوي فيه. قبل يستخدمها وزهرة. لبه. وش صار؟ شغل. أيضا ماذا نتكلم لكم عن الزنجبيل؟ الزنجبيل. يا فريق رقم أربعة. وش الإزعاج هذا؟ اقسموا على كم رقم ذولا؟ واحد 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 والله واحد والله رقم واحد؟ اي والله والله اثنين والله اثنين والله واحد. الزنجبيل يقول الحكماء لو وزن بالذهب لما اعطي حقه. الزنجبيل وفي حديث الظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اهدي اليه جره زنجبيل ماني متاكد من الحديث انه اخذ منها واعطى الصحابه. وفي القران كان مزاجه زنجبيلا ما ذكر في القرآن يكفيه شرفاً وفخراً. أما الخيار فأنا شخصياً استخدمت علاج في الخيار. أنا أكل علاج الزنتاك والرنتاج والبنتازول حق الحموضة والارتجاع. فسبع خيارات يومياً كفيلة بأن تقطع عنك الحموضة. جربوها يومياً سبع خيارات بأوقات متفرقة طبعاً يفضل قبل الأكل لأن يعني كل العلاجات حقت الحموضة قبل الأكل. ونقلبه. أما الجزر بخسارة. أما الجزر هذا تأكله الأرانب لأنه يقوي البصر. ما تشوفون أرنب تطلع بالليل؟ مغلوطة؟ وشو؟ وش عندك أنا شيء؟ يلا عطني وش؟ أجيك هنا. أجيكم يلا. أما وش بعد؟ التفاح. تفاحة واحدة يوميا يقيك من زيارة الطبيب. نعم نعم. التفاح الأخضر هذا اللي هي وشه الشيء الغريب أن فيتامين سي موجود بالفراولة أكثر من منه بالبرتقال. الفيتامين سي موجود بالفراولة أكثر من البرتقال. وأيضا الفلفل الرومي يقح في شوف يقح فيتامين سي. الفلفل الرومي طبعا اللي عندهم قولون ترى مو كويس لهم الفلفل الرومي. هذا هو الا هذا لا لا هذا هو ايوه حتى ذا ايوه صح صح. وهذا بعد فيتامين سي لكن هذا الحين كم الساعه؟ الساعه الان تنتين و تنتين و وعشر. كم باقي عن الوقت؟ ثلاث هو يخلص. شدوا حيلكم بس شدوا حيلكم ما عليك الامور سهلات. البيذنجان يقول احد العلماء الظاهر ضيعت اسمه يقول والله اني لم اترك التفكر الا يوما اكلت فيه بيذنجانا.
لأنه يقول يدمغ على المخ. وش بعد عندنا؟ بس عاد العنب ما يحتاج. ترى ترى في يا حلوه اكلت عنب. اي والله اكلت عنب طيبه. يلا خلينا نروح الشباب. شوف هذا فريق واحد ولا فريق اثنين ما نعرف اطبخ. وانبتنا عليه شجره من يقطين. اعوذ بالله. هذا خذه روح لهلك بس. والله الشمام هذا ما بغينا قايل. وين يقولوا فيها عنب يا رجل. وشاه تفضلوا. امري امري وش بغيتوا؟ لا نتعرف على الخضره بس. اي فريق انتم؟ اثنين. والله واحد. والله انا فريق واحد وفريق والله انا اثنين. انتم فريق واحد فريق اثنين؟ ايوه. منو القائد حقكم يا فريق واحد فريق اثنين؟ خلاص مبداك والله ما معنا. خلاص يلا واحد ياخذ حبتين عنب يمشي. شوف وجهه شوف وجهه والله يكسر. والله ما اعرف اطبخ والله. في عناصر متسلله من عندكم برج خير. لا خلاص شوف برج خير يا طلاله بلعنا. ما احنا من الخصومات هنا اللي وش فيه؟ عطري معك عنب. دعوه قلها دعوه. عطري معك عنب. عطري معك عنب. الله يبقيك ويسلمك. ها ايش سويتوا؟ نبغى صمام يا ولد. انتم العالم خلصت. تعال نبغى صمام. هذا وين هي؟ صمام الامان؟ نعم صمام الامان. لا ناتي بابوه. فجأنا يا اخو. يا امين ايش اسمه؟ منير. يا منير اسمع اسمع اسمع. أرضي أرضيك دامنا على قيد الحياة. الله أتجاهني وتبكي علي بين القبور. الله أكبر. أجب الفزعة بالضيق دام الهطرة. أحول ولها ذوق إلا ما جات من بعد القصور. الله 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 يا ابو حور. اولي والله بشوف تاخذ الموضوع. هل توقع اني بنجح؟ من هو؟ بالله بالمخبات نجاح نجاح الباذنجان. الحين تدري انها لعيونك. والله اني طابخ هذا الباذنجان والله ان عندي منه مرض. والله صد واني ما ابغى نظر فيه. ربي يسعدك. الحين ابو حور انا بسالك يعني مقابله شخصيه يعني. الاسم؟ عبد السلام محمد سعيد الشهراني. الان الانجليزيه عندك بالفطره او متعلمها انت متمرسها؟ يس اوف كورس. اوه I'm gonna go outside this station. ارخ بوي مياو. لغه الشارع ما هي لغه ال يا واتزيورني. طبينا في مدرسين الله يسامحهم. احفظوا الكلمات. ابغى توك توك مي توك مي يعني. حلو. انت حديث حلو. انا انبسطت لك اني اشوف لي فيلم. عرفت هذيك تحمس وتتعلم. فانت الان الانجليزيه اللي عندك انجليزيه لغه الشارع يعني مو الانجليزيه. لا لا جاي يقول كذا يعني مهايطي. شلون شلون شلون؟ حتى بالفرنسي مرد. لحظه شلون يعني زعلان؟ المهايطي شو يسوي؟ يا غريب ويعلك يقولها مرد بس ما اقدر اقولها. يقول الفرنسي يبغى يطيحني مرد. تذكر الكلمه هذه فرنسي. الكحه العجيبه عندك وش هي؟ وشان؟ هذه كان معي غنم زمان وكانت ظني تعاطى التدخين والبلد وجبتها في السوق هي بخير وهي كذا على الصندوق. حلو. يوم قد شافت الزباين قال والله انا شغال تقول بساتم. عاد قال والله ما نشتري وراح وعود ذبحتها. الله المستعان. وين ها ايش صار عليكم؟ ايش صار عليكم؟ هو الأردن دار العربان أهل العقل الميالة. انزل انزل أبو قايدنا ناس للعدنان أطهر وأشرف سلالة. الله الوطن الملك عيش يا الأردن حنا هلاك. الله الوطن الملك يا الأردن حنا هلاك. حنا حولك من يا صاحب الجلال. هو جيشنا يهد الميدان واللي عادينا خسران. جيشنا يهد الميدان واللي عادينا خسران. هب هرب هرب يا هرب يا حليب يا هرب 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 يا هرب يا حليب يا هرب يا حليبي. واحنا تحية لها الأرض
كله 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 هاي اسعدكم يا شيخ حمست يا والدي وانا جمعنا غريب الدار والعيشة يقول راتب اللي ما تجيبه وكانت بالبيت اي ولا يجيبه باب هاني ولا جميح ولا وضيحي قطر ادهم واسم الجميح على جنبه جديد مهبل اللي يوم عرض يحسب لنا شفر يا سلام جمس شكمانين ملقبينه بالوليد ايه. من سرابه ما يغطي القصايبي والجبر يا سلام كاتبين في ضمانه حديده ما يبيد تمر تنقاري عليها حفيد ابو بكر ابو بكر يا سلام كان وجهه لا نطحته تشعشع صبح عيد وانقفيته كان هالسيل لا سال وحذر ونعرض لك في مزاياه من عند الفريد ورتبته تحسب انك على سطحه القمر دقته نغمه عبادي على سلم فريد لا عزف الاول وجاوب على عاشر وتر لا اشتغل قالك شكامين هرسي يا حديد التروس تقول للقاع واللي يا فقر والبلوف تقول المروحه هل من مزيد والسيور تقول الكهرباء هل من مفر تحت كبوته من الفن طيران وعبيد ما يغنون المسافه ولا طالت سفر كل اغانيهم على الدرب واصل يا عنيد لين تلفي قصر شيخ على العليا شهر سايقه من صلب ربعي ولباس شديد ما يهاب الليل والبعد والموت الحمر من صناديد العرجة هل العلم الوكيد بيض الله وجهك وجهك من صناديد العرجة هل العلم الوكيد لابت من جن تمشي على هيئة بشر كم طب الله يسعدك بيض الله وجهك الله يسعدك يا حبيبي اسمع اسمع لبيه اسمع اسمع يقول يا مرحبا مليون بسعود غربي يا مرحبا مليون بسعود غربي بكلمك ترحيبة إعجاب ومحبة ومصفوط الله اقلط على درب النشامة ودربي على لحم حاشي مرتب ومضغوط الله أكبر جوالات ولا ممنوع بتهديني ما عاد أقدر بيض الله وجهك الله مسموح يا كنترول خلاص السلام عليكم بيض الله وجهك ها أنت مش عندكم العلوم أنا طال عمرك خالصي ما عاد إلا طال عمرك البيت إجا خلصتوه ما عاد إلا ننبثق حنا انبثقنا هنيا وبننبثق هنيا إن شاء الله انبثاقكم في سا جاك المنبثق أرحب تعال شوف شوف الننبثق باقي 26 دقيقة الرعاة الناظر يقصبون عليك عطري خلاص رجعت الجوالات ها ها تقصبون على الرجال خلوه اي خلاص ها سعود ايه يحصل طيب يحصل اسمع الرعاة لهذه الفقرة قصر الأواني والناضج عسى الله يكثر خيرهم قفل البوابة قفل ابوها الوقت المتبقي 25 دقيقة من الآن أيها الحضور الكرام وايها المشاهدون الاعزاء امشيك في المرسم حق المتواضع انت رسام قل والله اي والله تفضل نبيه اجيك اجيك يسلم راسك وشلون بس خلينا نشوف الرسمات طبعا هذا منه هذا منه من هو هذا منه مقرن والله حاسب القطاقي ذي شعره نسوي زي كذا انا بلاس الشيخ هذا رسماتك ايوه ما شاء الله تبارك الله الشيخ محمد بن زايد ملك سلمان هذه الرسمة ما هي لي من هو ذا؟ هذه رسامة رسمت
عبد القادر وعلق عبد القادر عبد القادر يا ابو هذا يفوها على اليوم شو المشكله سعود المشكله ما يرسم الا اللي يطلعون قرايب بس تطلع يرسمك بالله لا ترسم اخوياك فكهم شر هذا محمد فلاح الله يذكره بالخير هذا فواز عوده الله يذكره بالخير وهذا غازي الفهيد هذا تعرفه ما احتاج هذا الغثيث اللي غاثكم كلام اليوم اي والله ما شاء الله تبارك الله يا نبض قلب القصيد ويا نظر عينه يا مهره تستفز الشعر والشاعر هذه كلمات محسن بالتركي الله اكبر ما شاء الله ابداع ابداع فزاع ابداع صراحه تكتب شعر ولا لا بالعكس يقولون كل رسام شاعر او شاعر بس ما لي شاعر بس شعري يطلع على الورق على الكراسه اي لا 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 مو انا اعرف ارسم كل رسام شاعر وليس كل شاعر رسام لان الرسام هو ترجمه مشاعر ويضعها على الورق ولكن بشكل صوره البارحه ضاق بالي كله علشان صوره صوره خشيف من غدا اللي ضيعتها من دبوره تصفق يميني شمالي محتار ما ادري كيف الحال ها ايش سويتوا ها بحصه هذا ايش اسمه عصير هذا عصير طال عمرك ليمون ونعناع الله اكبر اي والله بس هذا تقول جبص اعوذ بالله من الشر شوف اي والله بحور هلا وينك اخلص والله هذا ولي شخال 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 وهذا اللي معك وش هذا قرنبيط لا هذا العصير حق الرجال ذقته ولا ما ذقته لا والله ما ذقته وينك يا غازي غازي اذا هذا يجي خله يذوقني بس كوب كوبايه بس الظاهر لازم يكون بارد شم 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 والله رهيب هذا فخم بس مو قرنبيط ها مو قرنبيط ما هو قرنبيط شمندر شمندر هي يا رجال ايش ايش لا محمد محمد طيب معلش اثنين يسولفون انا كيف اسمع انا بربيس واحد ما اتحمله باقي 22 دقيقه خلصنا النقطه الثانيه بسم الله النعمة شكرا لك شكرا وش ذا والله صد مطلوب منكم ولا كذا لا 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 الله انك مبطل تبي كاس اي والله عطني الحين ومن هو وعدوني بشمندر بعد اعطوني شمندر شباب في كاسات هنا عطى عصا تكفى يا وش ولد اشتغل مع اخوياك عينا الفراوله الفراوله ما اكل فراوله لا ما هي اسمها فراوله عينا الفراوله عينا الفراوله اي يا عمي روح لا تشوك الفراوله بس العلوم الجايه شوك الفراوله تحول ذومه راح هذا سعيد عنده شاله يا ابو الله الله سمعنا سمعنا تعال يا ابو لا 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 يا لا اسلم اسلم هلا مرانا يبشري يا ليت صنع قريبه من سرح يضوي على القمر مرانا يبشري يا ليت صنع قريبه من سرح يضوي على طول وعلى القمر قديش شيلتك هلا مرانا يبشري يا ابو العيال الجحيل من لا راح يضوي على طول فرض ايش عندك جاي ايش عندك الفوف اخضر وليه ما اخذته من اول سلطه خضراء مع كبايه لحم ليه ما اخذته من اول نسيت منو اللي ناداني احلى غاز في واحد قال لي بيك من الفريق ذاك ناديتك بصوتي ولا ريت عندنا مشاركة هذا الحين وش ذا؟ بصل اي مع ذا عندنا مشاركة البيت عندنا مشاركة يلا معكم كلي لكم يلا شارك شارك لبيه لبيه يقول لبيه يا رمش انطرق خدها طرق طرق الهوال اليوم رمشه طرق لي لبيه يا ليل اللي محني بها الفرقة نبل اغلاث اصابني ثم برق لي هذه ضيدان بعد والله ناوي والله ناوي اوه 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 لو سمحت الكل يسكت في ورقه اسلم هذا اهداء لك اهداء لي تدري انك ذابحني وانت ما تدري والله صحيح نعم اسلم وش السالفه الله
يا وجودي على الغالي حلاوة الناس من دونك الله الله أهمنا نفر حالي والحشا زادت شطونك حول الله الله كنت صابر ومكشالي فيها قاوي هو الله واللقاء ما تهيالي الله اكبر ابعطيك هجيني بيتين هجيني كل لك اذان وصاغيه عندك هجيني ها عنده هو يلا يا ولحالي على شوفه مسكين اللي خذ القلب وقفه خلوني يا صافح كفوفي لو كان لي مغلبة لو كان لي مغلبة الله يقول قلبي تسمى وانا وانا بلال عندك جينيات يا بلال هم تهيجن يا هيجنت ولا انت عن فطري حول ما ودنا نهيجن ودنا نقول شيء ثاني يلا ودنا بس نشبك مع بعض نبغى جينية يلا جينية اي لا وقفنا ترى حق عددنا اسمع 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 دعتهم لا 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 وتملكه بعض الدول ملكه وميزانيته الرجل لا منصار له كلمه وله راي وجيه اما غدا له فالمكان اشداد يحفظ جيده حس البصل يا محمد بن راشد وعيل حوش البصل يا محمد الراشد الله يجعلك العشاق الجبال يلا الله الله هل وقفنا تكامل عددنا هل وقفنا تكامل عددنا ولا حقنا نجيب الطلايب ولا حقنا نجيب الطلايب هل وقفنا تكامل الله يعطيك العافيه حبينا حبينا لبيه لبيه عني والله حقنا نجيب الصراحه والله قاعدين
يا مرحبا يا سعود يا نسل الأكرام يلي صفات الطيب طبعي وطبعك تبى الكلام اللي على نهج ونظام أنت يعني زي أنت تفتخر فيك ربعك عطوه مثال وهذا ألف ما يسعدك عليك زود عليك زود يا ابوي ترى واجب على الكلام الزين والله الله يسعد الوجه الله يسعدك يا ولد حرجتي هذا عصير الشمندر دشنتي قبل اسبوعين اسلم وانت ان شاء الله بس مشكله مدحتني احنا لازم امدح لا والله مو بلازم والله ابد خذ راحتك والله يشهد علي الله اني ما حطيت عليه هذا عصير الشمندر ولا قطعه سكر حتى والله ما حطيت عليه ولا قطعه سكر مو شمندر الا شمندر بسم الله يا جماعة الخير هذه الفاكهة حقت الشمندر الشمندر لونها غريب مليئة. بس إذا قرشت لا سادة بس إذا قرشته يختلف لونه الحين من داخل حمر هو كذا إيه لونه مرة لونه زي كذا فاقع سكين هاي ثلاث درجات ثلاث 12 الآن هذا بدون أي نكهة سكر بدون أي نكهة سكر طيب ليه طعمه مالق أذكر لي وش اللي صاير في إضافات لا أنا ضفت عليه شوية فراولة ايوه شوف يا جماعه ايش رايكم بالله ماني متذوق انا قلت الطعم فيه شيء مو صافي ايوه لازم تضيف فطلع عليه شوي فراوله ايوه شوي فراوله اها ما لقيت لا رمان ولا برتقال قلت اضيف فراوله عليه لا خوخ لا رمان لا طلع تينا لا مش البصل ولا طيب الفائده الصحيه الفائده فقر الدم للدرجه الاولى يقول يا فقر قل لي وش تبي زود منه زود على فقر الدراهم فقر دم طيب مثبت علميا ولا كلام اي والله مثبت علميا أنا دشنت هنا وموقع أمريكي مختص في الأمور دي. طيب في معلومة تعرفها؟ هل تعرف إنه فيه شيء اسمه سكر البنجر؟ أمر عليك؟ لا والله ما قلت وراي. أفدنا. إيه. في سكر أنا أفدون الشباب عشان ما أكون كذاب. أفدون الشباب بالبربيس. قالوا في شيء اسمه سكر البنجر يستخرج منه سكر. عشان كذا طعمه مستساغ. يعني الفاكهة ذي فيها سكر بعد؟ إيه. على مسؤولية منيب يقوم متأكد 100% والله ما انه في سكر اسمه سكر بنجر فانت تاكل شيء طبيعي او تشرب شيء طبيعي سكر فيه هذا اللي يقول حلام انه فيه يا رجل يعني الفاكهه دي موجود فيها السكر عشان كذا انت قلت ما حطيت نقطه سكر طعمه مستساغ سكر والله طعمه مستساغ انا اهنيك صراحه الله يسعد وجهك يا ابو غريب والله يهنيك مش عاد زين طعمه مستساغ جدا الغازي اللي مسويه الله يسعد وجهك غازي لو يسوي خشبه يطلع حلو هيا عصير من فاكهه قريتنا الجميله هذا وشو عصير فاكهه قريتنا انتاج قريتنا انتم تصنعونه في هذا نعم 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 يا اخي فلتتذوقه بال وشو باليمن والبركات بسم الله باليمن والبركات على العرس بسم الله اي اشرب حلو سنة كل والله كل الفاكهه سنة كوكتيل سنة كوكتيل سنة كوكتيل سنة كوكتيل والله كل الفاكهه سوينا منها عصير يعني بالعاده لا بغيت علمني الله يعافيكم خذيتوا اغراضكم يا اخوي اغراض اصل وجهها اليوم طلعت اصل وجهها اليوم ها وش العلم لا 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 تكفى 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 تدري ليه تدري ليه يا اخي يا اخي انا ما راح ما اقدر اقول لك ما راح يوم الحق اخذ راحتي يعني اخذ راحتي عيون الحب لا يمكن تناظر عيوب الخله وكل له عيب كله عيون يا سعود هذا اللون هذا وش اسمه الظاهر اسمه الكريمي اول تبدي على الكريمي لا وحلا ولا يا هنشته هذه يوكل كذا صح؟ ادعش بس ما حد شاف ما حد شاف ما حد شاف ما حد شاف خليك طبيعي عشان ما حد يشيك اي والله هذا والله جاز لي انا صدق يا ابا حصه وين ذا جو ايام ذا تشتش هناك حول مجلج اوه يس هاو تايم هاو وات تايم نظيف جميل جدا حبيبي انت هاو من التايم بوردي بو مي ايام ذا تايم 10 مينتس فينيش ابو محمد ولا ابو صالح سوي مور نو بليز نو نعم في بريز ابدا يقول يا المور خذ خانته الخامس من اليمنى من اليمنى
تحتر تبرد ترى اوضاع خربانه ترى اخوك خربان شرب لي من ذا شوي والله زين يا ابو حور طعمه طعمه في بح يقول اسال عن جده وجده يقول جدي سعيد وش صار موسوعه والله اكبر خطني كبرته الله يرحمه طبعا إيه؟ والدنيا فحنا الله يرحمه موسوعه والله صد يبغى له جلسه بايع الدنيا بريال يبغى له جلسه رحمه الله عليه بعد روح انت وياه كان يقول ميدي يقول والله العظيم يا ولدي اني ودي اني اشوفك على قمم الجبال لكن لم يحصل ذلك لماذا لا تجادلني لما حصل ترى البرنامج ذاك يقول انه يقول انه لا يستطيع وهذه يريدون عند خلصنا خلاص يقول اي خلاص لا تمام بن راشد عندنا يقول البرنامج ذاك كان يقول انه يقول انك لا تستطيع يعني انه طالع منها الله اكبر هو يقول انه سوف يصفعك على وجهك نعم لكنك انت لا صل على النبي اللهم صل على محمد خلاص خلاص يقول الله الله يا ولي في دمعكم في غياب رد لي وادري دمعتك خون علي ومن غلاي انت ممرضني وعارف المرض منكم وفي والهبوب البارده منك هبت في اقسم بالله الله يلا دز هديه الرجال اي شيء حيضه يدز هديه شو يسوي؟ يدز هديه 500 تروح ترى كثير تا 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 ولد ابو هو ابغاك يوم رقصت قبل شوي ابو هو ما شفت حماس وش تبي؟ محمد اشتغل خلصنا وش خلصنا خلاص والله خلاص باقي وقت باقي 8 دقائق خلاص انشر بيض الله وجهك اي 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 وشي شي فيه شو اسمه هم عيد مره ثانيه والله ما سمعت هذا الشغل المظبوط شفت البطاطس من هبل احنا مطلوب مننا كبسة حاجي لو سوينا سلطة إضافية اوكي لا عادي ما يسوون لنا خصم باقي 10 دقائق يمدي 10 دقائق يبون يسوون سلطة الشباب صح عادي يجوز المطلوب عليهم كبسة حاجي فقط خلاص خلاص زيادة 5 دقائق لا تنسون تحملون على خبزتنا ترى كلامك غير واقعي ايه انت تنجز اللي يطلب منك ولا باقي 10 دقائق والله لازم نعلي من بعض الفلسفة تجيبها تجيب الكارثة تجيبها عكس اشرب الماء وتسنه يرده عود وتقلب وتسني على ما الله هو اشرب الماء وتسنه يرده عود هو تقلب وتسني على ما يحول وجعل موت خذ الناس يندى مسكين حان دون الغضي جايب الماء الله يحول جعل موت خذ الناس باقي 5 دقائق باقي 5 دقائق اخلص اخلصوا اسمع لبيه يقول لك خبرت حد يبكي على وخبرت حد مسجون ما يبغي يفرق الله الله احبه ولا بغطاه على شيء يسويه الله ولا زال ترقى بالرجا فيه من عجب اروح المكان الخاص الله اكبر لبيه
في ريحه حراق يا عيال، في ريحه حراق. بنغير بنغير حراق. هذا والله ها ها وش منديل؟ منديل غير البصل غير. لا لا المنديل احترق. المنديل بس لبيه شرب بس سعد شربي شربي لا تسمي مددونا مكتب. اسمع اسمع ايش من عندك؟ وش بعد عين تشرب كشوف وعين تضمى لا ذبحني ضماك ولا رويت الله. ان طلبت الغلا قلت الغلا جاك، وان سكنت الخفوق ايه يحو يسكين. كنت اخيلك هنا وهناك وهناك وعين ترحل بي النظرة لقيت الله. حفتك الأشواق ليتك أول طريق الحب لك. اسمع مني شقول انت وياه ترق بصوت باقي اربع دقايق والبيت بيتك يخلص يلا. واكل اكلتي الرفوق لي البيت ايه هات خليك تقيم صوتي. يلا تعرف تقيم الصوت؟ يلا روح ولا ما تعرف؟ خاف خاف الشرك يمكن مو بزين صوتك. لا ما تفشل انت تجمع. الله يسعدك تسلم. اوه بيبسي شو اسمه؟ عصير اسود. عصير اسود اي خاصم زي اللعب. خاصم زي اللعب. سلط الله وجه سود الله وجه رجالي سب بيبسي وقفته عند الشحن ما هي بوقفه شاري. الله والله ان السبت عقب الدسم ما ترسل لنا فك القطية الأول وفك الثاني. الله خصم على سعود غربي 250 ألف. أبي صدى ما هو بصدى أبي سبك. يلا روح بس يعطونك اسمك. سود الأيام عشقوف أقراماني وأنا أحبك ولا أطلب شيء وأتمنى يمكن الله يفرجها علشاني أو علشان يرفع الحزن عنا. وانت يا طيب جرحك فوق متعاني أزالك وانت ترضيني وتتعنى. أصلك اللي وقف في طرف لساني إيه تشبه طفل طار بسم الجنة. لا تبسم تجتك الشمس من ثاني ولا تضايقت صارت في يدك حنة. لا تبسم تجتك الشمس من ثاني ولا تضايقت صارت في يدك حنة. عاش 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 أيامك. كم باقي دقيقة يا جماعة؟ يلا يلا يلا. طيب دقيقتين التقييم الآن ولا بعد الصلاة؟ فرجت ضاقت ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ألا تعلمون يا قوم أن التقييم أصبح بعد الصلاة؟ تقييمكم بعد الصلاة على هوينكم. خذ راحتكم ريلاكس حتى اللي خلصوا ترى. لكن لا من خلاص تخلي ربع ساعة ثلث ساعة يتسبك يسمونه يتسبك يعني يسوي زي كذا تمغط. أيوة أيوة هلو سلطة شالة سلطة سلطة شوف شوف السلطة جنب سلطة يا ولد بالله خليه يحط الزوم. انا والله من يوم شفت عيونك الصفر مدري شلون ادريت انك مكبلع. ان شاء الله سلطة يا اخي. ايه لا لا تحط. من اللي عنده الاذان؟ تعال 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 تعال. من اللي عنده الاذان؟ ايش بتحط عليها؟ تعال الاذان من عنده؟ قبل الاذان قبل الاذان يا جماعة في كلمة في كلمة نبي نوجهها الكلام اليوم. ايوه باسمي باسمكم ابغى لكم واحد بس عندي. ترى ممدحوني دايم بس انا معك. ما ايه انا معك يا ابو انا اقول الكلام اليوم انا معك ومن هذا المنبر العظيم اقول لكم كلام حطوه حلق بذانكم يا كلام اليوم. اقعد تهديد خطير الله اقول اقدح اقدح اطربني والسوس سوسه أما الفلوس هو السوس الحلوة أما الفلوس هو العين البابا هو السوس السوس تحب الفلوس هو العين البابا هو السوس الحلوة أما الفلوس هو السوس السوس أما الفلوس هو السوس السوس هو أما الفلوس هو السوس السوس هو حب الفلوس
هذا بعد الصلاة انتظرونا في البقرة الجميلة والسلام عليكم. ليش الكاميرا ما تتحرك؟ مع السلامة. تعال تعال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله